السلام عليكم إخوتي أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنشاهد فيه أغرب المخلوقات على وجه الأرض والتي صورتها كاميرات الإنسان. فرغم التقدم العلمي والتكنولوجي لازلنا لم نحط بجميع أسرار الأرض، فحتى لو كشفت الأرض لنا كل يوم عن سر جديد لم ينضب الغموض الذي تخفيه في بحرها أو فوق سطحها. لذلك سنشاهد في هذا الفيديو أغرب اللقطات التي صورتها الكاميرات في عالم الحيوان. قبل أن نبدأ المرجو منكم التكرم بالاشتراك في القناة والضغط على إعجاب لهذا الفيديو. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. بعد صيد هذا السلطعون أراد هذا الرجل تجربة قوة مقصاته، فقام بوضع قنينة بين أصابعه ليتمكن فعلا من قطع جزئها العلوي، بل قام أيضا بكسر الزجاج الأمامي لهذا الهاتف. أراد هذا الشخص اختبار قوة الدفاع عند كل من الثعبان والقنفذ، فوضعهما معا ليعرف لمن ستكون الأفضلية. عندما نرى مثل هذه الأشياء ما علينا سوى القول سبحان الله. شاهدوا جمالية هذه السلحفات بألوانها الجميلة. ليس هذا ما يميزها فقط، بل تستطيع إدخال جميع أطرافها داخل القوقعة، ما يوفر لها حماية كاملة ضد المفترسات الأخرى. أفروديتو أونيس أو دودة البوبيت هي دودة ذات شعر خشن وألوان مميزة قد يصل طولها إلى 3 أمتار. تمتلك هياكل حادة تشبه الأسنان، تنصب الكمائن وتصطاد عن طريق دفن جسدها بالكامل في رواسب ناعمة على عمق 2 متر في قاع المحيط. تنتظر حتى يتم التقاط فريسة قريبة بمساعدة هوائيات الاستشعار الخاصة بها. يمكنها سحب الفك السفلي إلى داخل جسمها وضرب فريستها وسعقها، وقد تقسمها إلى نصفين. الوفاء ليس مختصا بالإنسان فقط، بل تعرفه الحيوانات أيضا. هذا الببغاء يعامل شريكته بهذه الطريقة بعدما ماتت. الغريب كيف عرف بأنها ميتة؟ فيا سبحان الله. يسمى هذا الطائر طائر الرفراف، وهو يتميز عن الطيور الأخرى بمنقاره الحاد والصلب، لذلك نجده يحفر في الأغصان وجذوع الأشجار إما بحثا عن الطعام أو لبناء مسكن له، لكن منقاره أحيانا ينحصر داخل الجذوع، ما يجعله عرضة للخطر إلا إذا تدخل أحد وأنقذه. وضع هذا الشخص سمكتين مختلفتين في حوض مائي واحد ليرى ردة فعلهما وهل يستطيع التعايش مع بعضهما، بل أكثر من ذلك هل سيتمكن من التكاثر كونهما ليس من نفس الجنس. تسمى السمكة السوداء بالكافيار الأسود، أما الأخرى فتسمى الببغاء البرتقالية. وبعد مرور 2.5 شهر وجداهما أنجبتا سمكة هجينة تشبه في الشكل الأب وفي اللون الأم.
هذه سمكة الينفوخ السامة حصرت الماء داخلها لتصبح ملامحها تشبه ملامح الوجه البشري. انظروا كم تشبه ملامح هذا الماعز ملامح الإنسان، بل أيضا الجميل شدة وسامته. عندما تنظر إلى هذا الطائر تظنه غصن شجرة، لكن عندما تقترب إليه يتحرك ويتغير شكله بشكل مخيف. هل يمكنك الآن أن تعرف ما اسم هذا الحيوان؟ إنه قرد ساكي الأبيض الذي يملك وجها ذا ملامح معبرة، ويملك جسدا مختلفا عن بقية القرود. والغريب أنه يعيش مع زوجة واحدة طوال حياته، ولا يمكن أن يفكر في أي قردة أخرى. هل سبق لك أن رأيت طائرا بأقدام كهذه؟ إنه طائر الأطيش الأزرق الذي يمتلك أقداما زرقاء يتباهى بها. هل رأيت سلطعونا بمثل هذا اللون والشكل الجميل؟ إنه سلطعون الفراولة الناسك. يسمى هذا النوع من الدجاج بالدجاج الماليزي، وهو نوع نادر يتميز بانتفاخ صدره إلى الأمام وبروزه. يتميز كذلك بطعمه الشهي وبإناثه التي تبيض بشكل كثير. نشاهد في هذا المقطع كيف استطاع صاحب هذه الأبقار جعلها تأكل سوية وفي صف واحد، حيث كانت الأبقار تأكل بانتظام في مشهد جميل ودون التعدي على صف العشب الآخر. انظروا كيف جعل هذا الشخص قطه مفتول العضلات بهذا الشكل، وهذا أكسبه شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أطلقوا عليه القط أرلوند. والجميل أيضا أن الرجل يطعم قطه طعاما صحيا ويخضعه لتدارب قاسية لجعله بهذا الشكل. يسمى هذا المخلوق بالسرعوف أو نمر الأدغال، فبالرغم من حجم الحشرة الصغير إلا أنها تمتلك مهارات قتالية كبيرة. لقد استطاعت إيقاف السحلية وشل حركتها، بل ألحقت بها أضرارا كبيرة. بعد صيد هذه السمكة تفاجأ هذا الرجل بحجم الورم الذي برأسها، فأخرج هاتفه وقام بتصويرها ومشاركة المقطع مع الناس. انظروا لهذا الطائر وهو يطعم صغاره، والجميل هو تهافتهم على الطعام، بل الجميل أكثر هو توزيعه العادل للحصص بينهم. عندما تنظر إلى صغير الصقر تظن أن نظراته بريئة، لكن تلك العينين تخفي شجاعة ووحشية كبيرة. هذا النوع من الأسماك يخفي صغاره داخل فمه، وذلك لحمايتها من الأسماك المفترسة الأخرى. التقط هذا المقطع لهذا القرد النادر بحديقة في الصين، ولاحظوا وجهه يشبه تقريبا الوجه البشري. يتميز هذا الضفدع بهذا الصوت. اكتشف صغير فقمة النادر والذي يتميز بهذا الفرو عن باقي الفقمات. هذه ليست قطعا ذهبية، بل هي حشرات الخنفساء الذهبية، فشكلها عن قرب يشبه السلحفات، كما تتميز بتغيير لونها إلى الأحمر. التقط هذا المقطع لحبار نادر في قاع البحر، والذي يتميز بعيونه الكبيرة ولونه البنفسجي. أعتقد أنك لم ترى هذا الحيوان من قبل. حسنا، إنه نوع نادر من سلالة قرود القشة، وهو كبير في السن. هذه ليست دمية، بل هي سلحفاة حقيقية ذات رأس كبير وشكل غريب. التقط هذا المقطع في إحدى المحميات لقرد البابون الغريب، وهو مصاب بداء الثعلبة البقعي الذي يتسبب في سقوط الشعر.
عثر على هذا القرد في إحدى الغابات بالصدفة، والذي يتميز جسده بالمهق، أما عيناه فزرقاوتان وجميلتان. هذا ليس كائنا غريبا، بل هو قط ولد بهذا الشكل وبملامح مخيفة وابتسامة ماكرة. وعلى الرغم من شكله المرعب، إلا أنه ودود ولطيف للغاية، فسبحان الله. وهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اكتب سبحان الله في التعليقات. نلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.